كفاح محمود ابن منية النصر، الطالب الثانويه العامه المتفوق اللي تحدى اعاقته واثبت للجميع انه قادر انه يكون يكون مكون ذاته، ان هو يحقق ذاته. محمود جاب 83.5 في الثانويه العامه وشغال كمان شيف مشويات هنا في منية النصر. الثامن مكرر على دفعته وكمان نفسه يطلع معالج نفسي. هنعرف التفاصيل وليه يختار التخصص في المعالج نفسي، تابعونا. نتعرف بيك. انا اسمي محمود نصر، عندي 18 سنة، والاقل اللي عندي دي ربنا اللي عملها لي والحمد لله. إيه، انت مولود كده؟ الحمد لله. إيه، اتكيفت بقى مع الامر ازاي؟ وازاي يعني انت قلت لي ان انت كنت بتتعرض للتنمر في الاول؟ كانوا بيقولوا لك ايه او بتعمل ايه؟ اول ما نزلت الشارع ان هو اي حد كان بيشوفني كبير صغير بيستغربوني، والاطفال بقى بيقولوا ايه ابو ايد صغيره ومش عارفه ايه اكل ايده، حاجات من دي. دي كانت ابرز التعليقات اللي بتتقال لك وانت كان بالنسبه لي الاول كنت بقعد اعيط ازعل كده كده، لكن والدي ووالدتي واخويا برضو قعدوا معايا وقعدوا يكلموني ويفهموني، والحمد لله ان هو قالوا لي ان هي دي حاجه مش بتاعتك، دي حاجه بتاعت ربنا وربنا بيحبك وكده. دعموك. مرحله الابتدائي خلصت وبدا التنمر يقل؟ لا، في مرحله الابتدائي ما كانش في تنمر. انت التنمر ده كان قبل ما تخش المدرسه؟ قبل ما تخش المدرسه كان في الشارع. وبعدين دخلت المدرسة؟ بعد كده دخلت طبيعي جدا. طبيعي، وزمايلي بيعملوا طبيعي، صاحبهم مفروم وكل حاجة. بس أنت بقى في الوقت ده كنت محدد هدفك؟ كنت محدد هدفك إن أنت لازم تبقى متفوق. لازم أكون متفوق، بس ما كنتش برضه بجيب إن هو طريقتي إن هي برضه إن هي في ما كنتش بقى بكون في العشر المتفوقين برضه، لكن بجيب درجات حلوة الحمد لله. ولما رحت الثانوي بقى أكيد بقى من وضع مختلف. طلعت انتظبت بقى شوية وكده وكنت الحمد لله درجة عالية. التامن مكرر ده بقى يعني حاجة كويسة جدا. الحمد لله. كنت بتذاكر إزاي بقى يعني؟ ترتيب يومك؟ يعني مثلا كنت بنزل الشغل الساعة 12. يعني كنت بتشتغل وأنت في طالب في الثانوية؟ كنت بنزل الشغل الساعة 12 وأروح الساعة 2 بالليل. واروح مثلا الدروس في النص، واجي ان هو مثلا لو راجع مراجعه خفيفه كده بعد الدرس. سامي مع حضرتك. انت كده بتجهز عشان تحط الكفته بتاعتك بقى؟ تمام. نجحنا في الثانويه العامه وجبنا مجموع كويس، نفسك تطلع ايه؟ ان هو ادخل كليه اداب او تربيه عند قسم علم نفس، واطلع زي معالج نفسي كده. اشمعنى بقى؟ اشمعنى؟ ان هو بشوف ان الانسان في جواه حاجه حلوه، بس من ضغوطات الحياه الحاجه الحلوه دي بالنسبه له بتروح، فبيبقى الشيء اللي ظاهر الحاجه الوحشه. فانت عايز تقوي من الناس، فان هو ده بيقضي بقى الحالات الانتحار والحاجات دي زي ما حضرتك بتشوف النسب بقت كتيره وكده، فالموضوع ده هو اللي مخليك تفكر ان انت تبقى معالج نفسي. طب في خطه معينه عايز تعملها ولا هو انت قلت لي هتبقى تاخد الماجستير والدكتوراه وبعد كده تبدا تقابل الناس وتتكلم معاهم؟ بعد كده اقابل الناس بقى واتكلم معاهم، وغير كده هعمل بيزنس تاني غير الشغل في المطعم برضه. تعمل ايه بقى؟ هعمل بيزنس خاص بيا بس بعد ما اخلص بقى الجامعه وكده. ايه بقى؟ زي ايه؟ زي ايه؟ هتفتح مركز نفسي؟ ممكن. لسه ما حددتش يعني؟ بس ممكن مركز نفسي كامل يعني. الهدف منه ايه؟ الهدف منه ايه؟ الهدف منه التوعيه، تقويم الناس. وكده. انت اخوه؟ يعني تقول ايه لاخوك النهارده؟ مبسوط ان هو جاب مجموع في الثانويه العامه؟ اكيد فخور ان يعمل حاجه كويسه ده هتساعده قدام. شايف ان الاعاقه اللي عنده دي يعني كانت يعني سبب في منعه من حاجات كان نفسه يعملها وما عملهاش، ولا اي حاجه بيبقى نفسه يعملها بيعملها على طول؟ يعني مفيش حاجه بتمنعه. مفيش حاجه بتمنعه؟ ما تتعاملش معاه ان هو عنده اعاقه او حاجه، زيه زينا كلنا عادي، كل اللي هو بيعمله هو بيعمله. محمود يا جماعه اهو يعني بيحب يعتمد على نفسه في كل حاجه، احنا شايفينه بيشوي. تقول ايه بقى للطلبه
بتوع الثانويه العامه اللي ممكن ما يبقاش عندهم اعاقه ومش جايبين مجموع او مش حققين ذاتهم. اهم حاجه ذاكر من اول السنه وما تركبش حاجه فوق دماغك لان انت اللي هتزعل في الاخر. انت اللي هتزعل، محدش هينفعك غير نفسك. محدش هينفع. وتقول ايه بقى للشباب اللي ما بيشتغلوش رغم انك انت شاب وطالب وبقيت متفوق وكمان شغال في الشوي؟ بيشتغل عشان تحقق ذاتك، ما فيش حد هيجيب لك فلوس وانت قاعد. البلد وحشه، البلد مش وحشه، اشتغل انت وكفي نفسك وخلاص، مفيش حد محتاج منك حاجه. بس فكره الجواز يعني في دماغك بدري ولا متاخر؟ لا متاخر قوي، بعد ما تحقق كل اللي انت عايزه. بعد ما اخلص اي حاجه انا عاوزها باخر حاجه بقى. اكتر حد ساعدك في حياتك والدك ولا والدتك ولا اخواتك؟ والدتك. تقول لها ايه النهارده؟ تقول لها ايه؟ الف شكر والله، جزمتها فوق دماغي. ليه بقى؟ عملت معاك ايه؟ انا بصي شفت انت عارفه اللي بيقول لك كفر حد، انا مكفر سيئاتها كلها. مكفر سيئاتها كلها. خلينا ناخد الزاويه الثانيه. ليه كده؟ ليه بتعمل فيها ايه؟ بتعمل فيها ايه؟ خلينا اقول بس بتعمل فيها ايه؟ لا مش بعمل حاجه، بس بس انت اكيد الدلوعه بتاعها. انت اكيد الدلوعه. لا الدلوعه. انت الدلوعه. طب انت ليه بتضايقها؟ طيب ليه بتضايقها؟ لا بنحب انها تتواصل معاك. هي اقرب حد ليك ولا اختك كنزي اكتر؟ ولا كنزي اكتر؟ هما الاثنين، بس ممكن مامتي اكتر. مامتك اكتر. يعني اكتر موقف تفتكره لمامتك ما تنساهوش ليها وهي جنبك؟ كل المواقف، لان انا عامل عمليات كتير في رجليا وكده، فهي كانت دايما جنبي على طول. انت عامل عمليات في رجلك غير ايدك؟ عمليات؟ لا ما عملتش في ايدي. يعني ايدك انت مولود بيها كده؟ مولود كده. امال ايه رجلك بقى؟ رجليا كان عندي تقوس دائري اللي هو داخل. كنت مولود بيه برضو؟ رجليا كانت داخله لجوه كده، ملفوفه لجوه، فكنت كل ما امشي اقع على وشي، فتلاقي وشي برضو. كل العمليات دي وانت صغير قوي ولا وانت كبير؟ لا اخر عمليه مثلا من 7 سنين. دي كانت اخر عمليه. تقول ايه لوالدك؟ تقول ايه لوالدك؟ الف 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 شكر والله. ما حبيتش تقعد بقى بما ان يعني الحاله الماديه مش وحشه قوي، وممكن ان انت تاخد مصروفك من والدك وتعيش عادي وتخليك في دراستك بس، ليه فكرت انك تشتغل؟ علشان ما يكونش مثلا ان هو ايه بياخد المصروف من بابي ومامي والشغل بتاع ايه. مش حابب ان انت كده، فان الواحد ما مش هيعرف. بس ده اللي خلاك تنزل الشغل، انك مش حابب فكره ان انت تستنى المصروف. ان اشتغل هجيب الحاجه اللي انا عاوزها. بس طب الشباب بقى اللي بيستنوا المصروف من باباهم او اللي مستنيين البابا يجيب عربيه والكلام ده، تقول لهم ايه؟ او انت شايف شخصيتهم هتبقى عامله ازاي؟ شايف شخصيه الناس دي هتبقى عامله ازاي؟ لا انا محمود بقعد اتنمر عليك. لما بشوف حد كده بقعد اتنمر عليه. بتقول ايه بقى؟ تقول ايه؟ ان هو عيل بتاع مامي وبابي مش عارف ايه. يعني انت مش يعني الشخص اللي بيعتمد على نفسه ده ما بيشوفوش ان هو يعرف يتعامل مع، مش هيعرف يعيش او يعتمد على نفسه. ان هو مثلا لو باباه ومامته حصل لهم حاجه او كده هو خلاص هيضيع في النص، انتهى حياته. فانت بتقول تنصح الشباب تقول لهم ايه بقى؟ تنصح الشباب تقول لهم ايه؟ اشتغل. الشغل هو الاساس. الشغل هو الاساس في اي حاجه. اي حاجه يعني طالما حلال دوس في اي حاجه. طالما حلال دوس. انت اول ما جربت فكره الشوي دي كانت علشان كانت في اوردرات ليك انت؟ اول ما جربتها كنت بجربها لنفسي انا، بس بعد كده جت مره الشيف اللي معانا بيمشي الساعه 12. الشيف اللي معانا بيمشي الساعه 12. هو في شقه وكان معايا اوردر سفره وكده. سفره في العائلات. ما فيش حد موجود معانا غير عم حماده، وعم حماده بيعمل سلطات وحاجات من دي. ملوش في الشاوي. فانت خدت التجربه. قلت له جهزهم لي وانا هعملهم. هو جهزهم لي وعملت، وهو راح عمل السلطات. قلت انا مظبطهم. وراي الناس بقى فيهم ايه؟ كنت حريص على انك تعرف رايهم؟ اهم حاجه.
طلع سالته قال لا الله ينور. ولما عرف ان انت اللي عامل الاوردر بقى قال لك ايه؟ لما عرف ان انت اللي عامل لهم الاوردر قال لك ايه؟ شجعك. وحاسب ولا ما حاسبش؟ لا حاسب. انا مبسوطه بيك جدا يا محمود، ربنا يوفقك، ونتمنى ان كل شباب مصر يكونوا بيحذوا حذو محمود، ويكونوا، لان محمود ده مثل اعلى للشباب اللي ممكن يكونوا قاعدين وما عندهمش هدف. لازم تكونوا زي محمود كده، متفوق في دراسته، ما وقفش عند اعاقته وتحداها واشتغل وحقق ذاته. شكرا متابعه تليجراف مصر.